نرجع مرة جديدة من لكم صباح الخير مشاهدينا. عم نبدأ لقاءاتنا من يوم جديد ومثل كل نهار أربعة بهيدا التوقيت الخبير الزراعي مروان حيدر بيطل عليكم بخبرنا عن السلة الغذائية وأكيد بيختار لنا نبتة يخبرنا عنها ويقلنا كيف وطريقة وطرق العناية فيها. بونجور مروان. بونجور بونجور دكتور، بونجور للمستمعين والمشاهدين. يعطيك ألف عافية. خبرنا اليوم عن شو رح نحكي. في مونة قدامك مبينة وأكيد كمان ما مننسى أبدا السلة الغذائية. صح. تفضل. صحيح، مثل العادة نحن بيت الزراعة بعدنا عم نشتغل على السلة الغذائية أو إذا بدنا سلة الخضرة أو الفواكه يلي بنعملها كل يوم من الاثنين للسبت ما عدا نهار الأحد. بلشنا فيها من زمان وعم نكمل فيها. مثل اليوم مثلا في عنا الموز، عنا البندورة، الليمون، التفاح، يعني كل هالأصناف موجودة عنا. أكيد لما نبلش فيها نحن بلشنا نشتغل ديركت مع مزارعين بدون ما يصير عندهم كاسات بالمحصول تبعهم. كنا نحن عم ناخد ونبيع عنا ببيت الزراعة بدون ما نحط أي ربح عليها للسلة، وهالطريقة عجبت المزارعين وعجبت المستهلك، وكمان كانت لنا ممر ببيت الزراعة توصل للمستهلك سلة خضرة أو سلة فواكه نوعية منيحة تقطف طازة. وأكيد نحن ما منبيع بيو، مثل ما نقول دائما بيسألوني إذا منبيع بيو أو منبيع نحن إشياء بدون رش، لا، بس أكترية الأصناف يلي منجيبها بيكون الرش تبعها مدروس بطريقة أنه عم ينطروا فترة التحريم، مش أنه منرش وبعد ثلاثة أيام بننزل البضاعة على السوق أو بننزل البضاعة على المحلات. أكترية المزارعين بنشتغل معهم بيرشوا بيحترموا فترة التحريم اللي يعني فترة دخول الحقل، فمن هالطريقة نحن عم نجرب قد ما فينا نحافظ على نوعية الخضرة اللي عم نجيبها. هلا بلشنا فيها كانت الخبرية هيك إذا بدك تسلية، كنا عم نشوف شوية مشاكل مع المزارعين وفتحت الأمور مع المزارعين وحبوا الطريقة اللي احنا بلشنا فيها، وبهالطريقة كملنا وبعدنا مكملين بإذن الله. وكل طالما في عنا مزارعين عم يعطونا أسعار حلوة طالما نحن أكيد عم نكمل بهالسلة يلي إن شاء الله ما بنوقف فيها أبدا. وبيغلى هالأسعار دكتور، بتعرفي صارت الأسعار كتير غالية، نحن عم نجرب قد ما فينا تكون أسعارنا مدروسة، نوعية أكيد سوبر منيحة، مش بس منيحة، يعني مش إذا أسعارنا حلوة معناتها النوعية وسط أو أدنى من الوسط، لا، عم تكون أسعار سوبر حلوة. فمن فيها بأخذ فكرة اليوم مثلا الموز عاملين الكيلو ونص ب10,000، الحامض عم ينعمل 2 كيلو ب10,000، البوملي كمان 2 كيلو ب10,000، التومات سوريز العلبة التومات سوريز بيجي فيها نص كيلو كمان ب10,000. يعني هالأصناف الحلوة اللي بلشنا فيها وعم نشتغل عليها بعدنا ماشيين فيها، وكل فترة على المونة البلدية أو المونة البيتية عم نعمل أسعار حلوة. كل هالأصناف الموجودة عنا هي أصناف لبنانية 100%، ما بنشتغل بأصناف شغل مصانع أو معامل أو من أي بلاد من برا، نحن بنشتغل بس لبناني. مشان هيك أوقات كتير في أنواع ما بتكون موجودة عنا لأنه ما بيكون وقتها، بس لما نكون بالموسم أكيد كل خضرة الموسم وكل فواكه الموسم بتكون موجودة ببيت الزراعة أكيد بأسعار سوبر حلوة. من يومين ثلاثة كنا عم نعمل كيلو البندورة ب10,000، كنا عم نعمل كيلو الخيار ب10,000، وقت عيد الميلاد وعيد راس السنة كنا عم نعمل 2 كيلو بندورة ب10 و2 كيلو خيار ب10 و2 كيلو تفاح ب10 و2 كيلو ليمون ب10، يعني كنا و2 كيلو موز ب10، يعني كنا عم نعمل أسعار كتير حلوة الناس كلها تقدر تاخذ منتها وطريقة منيحة أو خضرتها بطريقة منيحة خاصة بفترة الأعياد. وبرجع بقول أكيد الفضل مش لأن الفضل للاشخاص اللي عم يعطونا الاسعار حلوه، مثلا مثل بنجيب الموز من عند الحاج محمد تقي بيعطينا اسعار سوبر منيحه، فنحن كمان بالمقابل بنعطي الاسعار يلي عم ناخذها بدون ما نحط عليها اي ربح. مشان هيك كثير اوقات بنطلب من الناس اللي بتيجي لعنا انه ما ينسوا كياسهم، يجيبوا كياسهم معهم لحتى يوفروا على البيئه ويوفروا علينا شوي، لانه صراحه عنا كميه هائله من الناس تيجي تاخذ. فبنقول لهم ميرسي يلي كل الناس اللي عم يجيب كياس، او بيجيبوا معهم ساك كبير بحطوا اغراضهم كلهم فرد ساك وبياخذوه، يعني من هالمنطلق صاروا عم بيساعدونا اكثر لنضل نحن قادرين نكمل وما نوقف وتكون هالخضره والمونه على طول ماشيه ببيت الزراعه. من بعد ما صارت الخضره وبلشنا فيها وقويت كثير والناس كثير تعودت علينا، صرنا هلا عم نشتغل بالمونه، فوتنا المونه يعني من فتره مش من هلا، فوتنا المونه واشتغلنا بس مع ناس بتشتغل ببيوتها، بنعمل بناخذ البرودكت من عندهم بنشوفه بنفحصه اذا كان كتير منيح بنشتغل فيه. وهون بدي اقول شكر كتير كبير لدكتور ميشيل الياس فريم
رئيس المحطة الزراعية مضى ليعات، لأنه عطول واقف حدنا، عطول بيجي لعنا بياخد عينات بنفحصها وبنطمن بالنا وبنعرف وين صرنا بالنوعية وبالمنتجات. وهون أكترية الأصناف اللي عم بتكون عنا أكيد بعد ما نفحصها ونتأكد بتكون مطابقة للمواصفات العالمية والجودة العالمية. فمن هالمنطلق الأتوليه اللي عم ينعمل بالبيت أو الست اللي عم تشتغل بالبيت أو حتى تلاميذ المدارس، تلاميذ الجامعات أو الأشخاص اللي عم يشتغلوا ببيوتهم عم يطلعوا منتج لبناني رائع 100%. يعني حتى في أصناف معودين عليها نشتريها من برا من فرنسا أو من أمريكا أو بضاعة أمريكانية أو فرنسوية أو أوروبية عم بتكون صارت شغل لبنان، مثل البينات بطر، زبدة الفستق يلي قليل اللي كانوا يعملوها بلبنان صاروا عم ينجوها بلبنان، وعلى أصناف معينة شيء أوقات بحطوا مع عسل أو بيكونوا مع فستق مع شيء تاني يعني أو فستق على الحل. هالأصناف صارت مطلوبة كتير بلبنان بلا ما تشتريها من محلات وفيها شحن وفيها تكلفة شحن، عم بتكون معمولة بلبنان بنوعية رائعة مفحوصة ما فيها مشاكل ابدا والطعمه عم تكون جيده جدا. من هالمنطلق بنشد كثير على ايد الاشخاص يلي عم بيعملوا هالمونه ببيوتهم يلي نحن عم ناخذها بثقه وبقلب كبير. واوقات كثير من بعد الفحص اللي عم يبين عنا اذا لقينا انه لازم في محلات معينه لازم يزبطوا اشياء معينه كمان عم نقدر نعطيهم الكونساي من بعد ما يكون طلع الفحص، لانه الفحص هذا بيكون معمول بمركز الابحاث العلميه مش عنا نحن. فمن هالمنطلق صارت الثقة أكبر، صارت الشغل بالمونة أكبر، كبرت كرة الثلج مثل ما بيقولوا وصارت الكمية كبيرة، وصار في ناس كانوا ببيت بقلب أوضة ببيتهم يشتغلوا هلأ عملوا أتوليه وجهزوا وكمان أخذوا فيه رخص ليقدروا يعملوا مصلحة. وأكترية هالأشخاص دكتور باسكال عم بيكونوا عندهم مصالح تانية كليا مختلفة عن الزراعة وكليا مختلفة عن المونة، قدروا يعملوا أتوليه صغير، قدروا يعملوا مصنع صغير أو حتى صارت شركة لقلون وصاروا عم يشتغلوها إن كان ديريكت بلبنان أو كان برات لبنان. وهون لقلون يعطيهم ألف عافية عن جد لأنه عم تكون الأصناف جيدة جدا. إحنا فوتنا كتير أصناف جديدة كانت منسية بالسوق مثل حامض الحصرون مثل دبس العنب اللي هالأصناف بتعذب كتير ما بتنعمل بالهين، نحن رجعنا نزلناها حفزنا الناس يشتغلوها ببيوتهم وبضيعهم وصرنا مثل كأنه الضيعة بمنطقة أنطلياس ببيت الزراعة. يعني شو بتعوز منتوجات ضيعة بتقدر تلاقيهم ببيت الزراعة بأنطلياس أكيد بأسعار جيدة جدا وبنوعية سوبر جيدة. من هالمنطلق شو في اشياء جديده نحن صرنا عم نفوتها لعنا، فوتنا دبس الخروب، دبس العنب مثل ما ذكرت، دبس الرمان يلي هو مثل هالصنف هيدا يلي مجفف على الشمس، منشف على الشمس على الطريقة القديمة، كمان نوعية جيدة جدا. الخل التفاح، خل العنب، كمان أصناف معمولة بطريقة جديدة، محطوطين بستينلس مش ببلاستيك. يعني كل هالنوعية الناس يلي عم تشتغل جديدة بالزراعة عم بيعملوا ريشيرش، عم بيفتشوا أكتر وعم بيشوفوا شو الطرق المثالية وتتكون عندهم إنتاج رائع ونوعية رائعة. ومن هالمنطلق نحن عم نشتغل مع الكل وأكيد عم نطمن بالنا أنه إنتاج لبناني، الشغل لبناني واليد العاملة اللبنانية 100%. وهون نقلون يعطيهم ألف عافية مرة تانية. بحب أقول كمان كنا عم نجيب أنواع شرابات مختلفة بأيام الصيف، شراب التوت، شراب الورد، شراب العنب. في نوع ناس بيعملوا شراب عنب كتير طيب بنحط بمي سخنة شوي بيدوبوه بيجوا بعدين بحطوا له مي وتلج، يعني عم بيكون أصناف جيدة. نحن في شغلات ما كنا نعرفها تعرفنا عليها كمان من ورا المونة، إشي عويد قديمة ما كانوا يعملوها رجعوا عملوها ونحن سوقنا لهم اياها. من هالمنطلق بنقول يعطيهم الف عافيه للكل. اكيد في عنا رب البندوره رب الحر، وعنا نوع جديد معمول بمنطقه عنجر اللي هو رب البندوره معه الكزبره مع الثوم او صوص طومات مع كزبره وثوم مش رب البندوره، كمان عم بيعطي اصناف عم بيعطي نكهه طيبه كثير بالاكل مثل هالنوع هيدا. بس ندوقه او بس ناكله مع الاكل كمان عم بيكون هيك نكهه مميزه. وعم يرجعوا يعملوا لنا دائما هالطبخات اللي عم تنطلب، هي طبخات يونيك عم تنعمل بس لبيت الزراعه. ومن هالمنطلق بنقول لهم ميرسي كثير يلي عم يخصونا بانتاجهم وبنوعيه رائعه جدا. بدي احكي شوي عن العسل. العسل نحن بنجيبه من القرعون عند الاستاذ ايليا ابو فارس، وكمان عند نحالين مجاورين حوالينا ومناطق بعيده عم نطلع لعندهم عم ناخذ العسل، كمان عم نفحصه بمركز الابحاث العلميه الزراعيه بالفنار وعم تطلع نتائجه رائعه. عن جد في نحاله بلبنان يعطيهم الف عافيه، واكثريه النحاله بلبنان عم يشتغلوا شغل كتير حلو. من هالمنطلق صار عندنا العسل الطيون، عسل السنديان، وعسل الاشواك، وعسل الازهار. هالاصناف يلي اكثريه مثل كانه بصيدليه، يعني هالعسل اللي بيكون بكل بيت اكيد النوعيه عم بتكون رائعه. ونحن عم نشتغل مع الكل
أي شخص عنده منتج بيقدر يجيب لنا إياه، نحن بعد ما نشوف نتأكد من نوعيته والأصناف المنيحة عم نرجع ناخد وننزل على بيت الزراعة، خاصة الأصناف يلي الحرجية، يعني وقت بيجي حدا بيجيب لنا سماء أو زعتر هو عم ناخدهم كمان نحن عم نرجع نفحصهم ونطمن بالنا تنكبر كرة الثلج أكثر وتنكبر أكثر النوعيات الموجودة عنا. فوتنا الحبوب بس حبوب البلدية، يعني مثل الفريكي، مثل البرغل الخشن، مثل الحمص، هالأصناف رجعنا فوتناها. في أصناف عم يجيبها من منطقة القليعة، في أصناف عم يجيبها من الناس يلي عم بيحصدوا ببيوتهم. مثلا عنا الفريكي هالنوعية اللي صارت كمان قليلة بلبنان، يعني نلاقيها وين ما كان. الفريكي شغل منطقة القليعة، هيدي الفريكي محروقة على العالي، يعني عم بيلنا سئلات ومحروقة على العالي، ما فيها شوائب، ما فيها رمل، ما فيها بحص. من هالمنطلق يعني اللي بحب الفريكي وبحب النوعية الطيبة، هيدي الفريكي شغل منطقة القليعة. كمان عم يجيب الكشك والبرغل، برغل الخشن يلي كمان نوعية جيدة جدا، والكشك يلي عن جد بس عم نروح نشوفهم كيف عم يشتغلون والطريقة اللي عم يشتغلوا فيها المدامات وقديش عم تاخد معهم وقت، شو ما كان سعر الكشك عن جد يعطيهم ألف عافية، لأنه بهالدقيقة وبهالأسعار الغالية كان بالحليب أو بالأصناف التانية عم بيضلون يجدوا على حالهم قد ما فيهم تيعطونا أسعار حلوة ونضل نحن نقدر نعمل أسعار حلوة بالسوق. كمان انتقلنا على الحمص، على العدس، هالأصناف اللبنانية يلي من أول فقشة مي بتلاقيهم لهطوا وصاروا غليوا وصاروا منيح، هيك منكون عم نوفر غاز وعم ناخد نوعية منيحة وعم ناخد نوعية بلدية 100%. كمان سنا نجيب الصابون، صابون معمول بمنطقة دير القمر من زيت الزيتون أو صابون الألواح. في ناس لبنانية كانوا يشتغلوا بفرنسا، كان عندهم صابونري بفرنسا وإجوا على لبنان وحبوا يفتحوا هالمعمل بلبنان، كمان نحن عم نشتغل معهم عم ناخد أصناف الصابون اللي عندهم، صابون السائل أو صابون العادي. من هالمنطلق عم بيكون عنا هالأصناف الحلوة ومشكلة وعنا من كل شيء، بس من كل المناطق اللبنانية مش من فرد محل. أكيد الزعتر، زعتر الخلطة تبع بيت الزراعة يلي عم بيعملونا إياها بيحسبون، يعني عم بيعملوها خصوصي لإلنا، صاروا كتير ناس بيسافروا لبرا أو بدقوا لنا وبيحجزوا طلبياتهم وعم بياخدوها من عنا. بيقدروا ياخدوا من عنا على لبنان، بلبنان بكل المناطق، بيقدروا ياخدوا برات لبنان، بيقدروا يحكونا ونحن بنقدر نتواصل معهم، يبعثوا واتساب على 03-000-910 أو واتساب على 03-010-010 يقولونا بأي بلد، نحن بنجرب نبعث لهم الموني اللي هن طالبينا بأسرع وقت، وهيك هالطريقة بكون وصلتهم موني اللبنانية على بيتهم بأي بلد اللي كانوا فيها، موني طازة وصنع لبنان 100%. هلا ما رح طول كتير على شرح الموني لحتى ننتقل على الخضرة اللي لازم تنزرع. بهالفترة كتير عم يرجعوا يسألونا، لأنه عملنا حلقة مع حضرتك دكتور باسكال على شو الأصناف اللي بتنزرع بهالأيام، كتير ناس حبوا يرجعوا نذكرهم بالأصناف، خاصة من الساحل لعلو 800 أو 1000 متر، شو الأصناف اللي بتنزرع؟ إلا إذا دكتور باسكال عندك أي سؤال عن الموني أو عن الخضرة. بس هون بدي أسألك مروان، أنه بظل هالغلا الكتير عم تقدروا تضلكن على هالأسعار؟ نعم. يلي هي كتير أبوردابل خلينا نقول، وعن جد يعني أوقات صح. عم نشوف أسعار مش منطقية عندكن، مش منطقية بس للناحية الإيجابية، هيدي هي النقطة يلي بدي أشوف لقدي قدرين الداينو خلينا نقول. صحيح، هون في شغلة عم نحن عم نتكاتف عليها، كان نحن أو الأشخاص اللي عم بيجوا لعنا، لأنه الأشخاص اللي بيجوا لعنا يعتبروا حالهم ببيتهم ببيت الزراعة، هن بنقوا أغراضهم، هن بنقوا سلتهم وبيوصلوا على الصندوق وبيحاسبوا فيها. من هالمنطلق لما كنا عم نشتغل على الموني على الخضرة، الخضرة المزارعين عم بيساعدونا مثل ما حكينا على الحاج محمد تقي أو أستاذ روجيه حايك من منطقة ترشيش يلي نحن بنهتم له بجنينته بأيام الصيفية، هو بالشتوية بيعطينا تفاحاته، عم بيعطينا تفاحات بأسعار كتير منيحة، نحن عم نقدر نبيع الكيلو ب10,000. يعني من هالمنطلق هون بنقول له ميرسي لأستاذ روجيه حايك اللي عن طول بيهتم فينا بالتفاح، بحب أذكرهم لأنه عن جد هو الجند المجهول، الفضل لإلهم، بيجيب لنا تفاح كل نهار تنين أو ثلاثة، بنزلنا هالصناديق من عنده، ما عنده صار عنده تكاليف على التبريد على البراد، بس هو عم يتحمل تكاليف التبريد وعم يعطينا هالتفاح لنقدر نبيعه ب10,000، ومش عم نحكي حيلا نوع، عن جد احلى اصناف، احلى انواع، احلى جوده، بياخذوها من عنا وبيشوفوا انه مش اذا السعر رخيص معناتها بضاعه ما بتسوى، بالعكس وجه الصحارى واحلى بضاعه. هلا في كتير اصناف رجعنا جربنا نشتغل عليها، مثلا مثل كبيس المقدي، كبيس الخيار، كبيس المشكل او المربيات، مربى المشمش، مربى التين، اي نوع مربى، مربى التفاح، كمان هالاصناف اللي عم نشتغل فيها. نحن شو عم نعمل؟ الاشخاص اللي عندهم مربين
مش عايزينها بالبيوت، عم ناخدها نحن منهم، عم ندفع لهم حق المربين 2000 ليره، ونحن بنعقم المربين وبنغسلهم، وبنشتري لهم اغطيه جديده، والناس عم تيجي تاخذ مربين من عندنا وهن بيرجعوا بيعقمون بطريقتهم عن جديد، لانه الازاز ازاز يعني بس نعقمه كل شيء بيصير بيرجع نظيف كانه جديد، عم نجرب نوفر بحق الازاز بحق القنينه، هالاصناف كمان عم تقدر تساعدنا انه عفوا نقدر ننزل هالكلفه ونصير نقدر عم نبيع بسعر منيح، يعني هالاصناف عم بتساعدنا، وكمان الناس يلي عم بتبيع ازاز كمان عم تقدر تعطينا اسعار حلوه، ونحن عم ندل يلي عم يشتغل ببيته عند الفورنيسور الكبير، عند التاجر الكبير اللي بيقدر يعطينا سعر حلو ويسيرنا، وعم بيروحوا يجيبوا ازازياتهم من عنده او القنينه او المرطبين او اي اصناف ثانيه، بهالمنطلق او الالافه الزيت او غيره، بهالمنطلق قدرنا نحن نحافظ على سعر بطريقه منيحه وما تكون كلفة عالية، بس تكون الكلفة عالية تجاه السكر والملح والأصناف الثانية كمان غالية، فمشان هيك الإزاز هو عنصر كبير بلعبة الموني بتقدر نوفر كتير. بنرجع نكبر عائلة الموني، فتنا على الناس اللي بتعمل كوكيز ببيتها، الكعك، أصناف الكعك، فتنا على الكعك الأرمني سبيسياليتي أرمنيان، هلأ بنجيب الأصناف وبنشوفهم، وعندنا كمان الكعك البرازي شغل لبنان، يعني هون عندنا مثلا كعك أرمني مالح وكعك أرمني حلو، عندنا كمان الكعكة بطحينة كمان نوعية رائعة وكتير طيبة، وعندنا كمان مثلا النازوك كمان نوعية أرمنية، وعندنا الكعك العادي الأصابع، وكمان في مثل ما ذكرت برازي أو الأصناف لبنانية كمان مثل هالأصناف يلي فيها طعمة البن أو طعمة النسكافيه مثل ما بيقولوا كمان طيبة كتير، عم يخترعوا أصناف حلوة عم بتكون كتير حلوة، هيدا البرازي اللي حكينا عنه عم بتكون النوعية عن جد مميزة لأنه عم يشتغل ببيته وعم بيبتكر شيء جديد ليكون عنده ايدنتيتي لإله، ليكون عنده هوية لإله إنه هاي البضاعة عم يجيبها من عند هالشخص، هالشخص ما فينا نغير من عنده، الناس عم تطلبها ما عم فيها توقف وعم بتحبها كتير، يعني أصناف كتير حلوة كتير جديدة على السوق، ونحن حتى عم نقدر ندلهم على تجار كبار كانوا عم بيساعدونا، كان إذا حدا بده جوز لوز فستق عم نقدر ندلهم على تجار كبار كمان تيقدروا يوفروا بالكوست بالمصاري اللي عم بيدفعوها لحتى قد ما فيهم يكونوا عم بيدفعوا سعر منيح واكيد منتج عم بيكون رائع. ما بعرف اذا كنت جاوبتك على السؤال بطريقه أكيد. طويله بس حبيت هيك ضوي كيف عم نحضر نحن نقدر نشتغل تنقدر نضاين، ومش غلط كمان اي حدا بحب يشتغل مثلنا منه غلط ابدا، بيقدر يعمل هالشيء اللي عم نعمله حيلا شخص فيه يعمله، بس اكيد بده يكون عم يتابع الموني بحذافيره ويقدر يزور الناس يلي عم بيطلع يشتغل عندها تيشوف طريقة الشغل نوعية الشغل نوعية البضاعة ليطمن باله بالأصناف يعني بيقدر يفوتها على محله ويقدر يبيعها للناس أو للمستهلك بسعر منيح نوعية منيحة جودة عالية، وأكيد دايما دايما طريقة الاستقبال يلي بيت الزراعة يلي الناس تيجي لعنا صرنا نحن إذا بدك يساعدونا وعم يوفروا علينا شغل كتير عم بيقدروا يساعدونا هن بكل شيء، حتى بيد الاغراض اللي بيجوا بيحملون عنا هن بنقوا اغراضهم هن بيزينوا بيقولوا لنا هيدا السعر هالقد وبيدفعوا لنا. بالفعل يعطيك الف عافيه كمان لك مروان ولكل اللي عم بيتعاونوا معك، وهيدي بالنهايه بتصب اولا واخيرا لمصلحه المستهلك وكل اللي عم بيزوروك. اكيد كمان وعدتنا انه تقلنا شو ممكن نكون بهيدي الفتره عم نزرع، وحكينا هيك شوي الاسبوع الماضي ورح نتابع اليوم، تفضل. صحيح، حبيت ارجع احكي اليوم لانه في ناس كثير ما بتفوت على الانترنت تشوف الحلقه اللي عملناها، فكثير اجينا تليفونات بليز رجعوا قولوا شو بينزرع وشو عندكم للزرع. نحن اليوم اذا بدنا نزرع الزراعات الشتويه اللي هي هلا تنقدر نقطفها بعد 3-4 أشهر ونكون خلصنا الربيع ونرجعنا نزرع زراعات الصيفية، الزراعات الشتوية اللي بتنزرع هلأ عم نحكي إذا بذور فينا نزرع الركة، رشيد، الزعتر، الفجل، هو أكتر أصناف بينزرعوا، الفجل بس بدنا نزرعه ما بدنا نسقيه كتير بنتركه شوي على مية الشتاء، كل ما كترنا المي على الفجل بيعطي ورق ما بيعطي حب، حبه كتير ناس ندوي على الأصناف بس يعطي بس نكتر له مي حيلتهي بالورق ما رح يعطي حب، فمشان هيك بس بدنا نسقي بدنا نتبع كميه المي اللي عم نسقيها، ما نكتر كثير مي لحتى ما يصير عندنا بس ورق ما يكون عندنا الفجل مكوز. كمان بالنسبه للرشيد، رشيد والركا اول ما نزرعهم بدنا نسقيهم صبح وعشيه اول 3 أيام لـ5 أيام بس يبلشوا يطلعوا بنبلش نسقي شوي شوي ما بنكتر لحتى تبلش الورقه تطلع ما نصير نعمل لهم مشاكل فطريات وعفونه بالتربه، وما لازم نعبيهم كثير يعني الرش بده يكون فينا ناخذ كمشه الركه نحط معها شويه رمل ونرشها ونزرعهم لتكون ابربيه ما يكونوا كثير ضاغطين على بعضهم الورق تما يصير في اصفرار، كمان الرشيد بهالطريقه. هلا اذا حدا منطقته دافي بدنا نزرع بقدونس
بقدونس بدنا ننكش الارض مزبوط، عم نحكي على كل الاصناف، بدنا ننكش الارض مزبوط، بدنا نشيل البحص والتلع، نكسر التلع، نعمل المساكب، بس بدنا نرش البقدونس، بنرشهم نرجع بنغطيهم بطبقه تراب كتير خفيفه، كمان زيت الشيل للركا والرشيد والزعتر والفجل بطبقه خفيفه، او بالمشط من نكوت شويه تربه لحتى نغطي هالبذره بطبقه منا كتير سميكه. والبقدونس بده سقايه صبحه عشيه مينيموم اول 15 يوم تيبلش ينبت، بس يبلش ينبت بنقدر نحن نخفف المي، نعطيها المي حسب حاجه التربه لحتى يصير في عنا يعني الجيرميناسيون او الانبات يكون بطريقه كتير منيحه. فينا نغطي البذره تبع البقدونس بقماشه او بجنفيصه، بس هيدي ليش تنرطبها؟ لانه بس نحط الجنفيصه ونبخها مي اول 5 دقائق من الشمس حتنشف ولا كانه في شيء، نحن بنحطها بس تنحميها من الشمس لحتى ما تحرق البذره. كمان فينا نرش دواء للنمل اذا عندنا نمل عم يجي يزق البذر، لانه مسكه ببقدونس مترين مترين النمل بيقدر يزقها بنص ساعه، نقدر نرش البذر داير من دار المسكبه او على البذر دغري من بعد ما نكون نسقينا اول سقوي، لانه النمله تعمل وكره على 50 سم تحت الارض، بتقدر تطلع تزق البذور وتاخذهم بظرف نص ساعه بكون فضت لنا المسكبه. من هالمنطلق هو البذور فينا نزرعهم، اكيد فينا نزرع سلق ملفوف، قرنبيط، بروكلي، خس، فينا نزرع اللولو روسا، اللولو فيردي، فينا نزرعهم كبذر، فينا نزرعهم كشتل. هلا يلي ما بده يتعذب بالبذر، نحن بلشنا فيها من 25 سنه، كنا نزرع البذور بصواني ونبيع الشتل مثل ما هي، او نقدم البذور مثل ما هن بقلب كشتل مش كبذر، بقلب صواني مثل هالصواني هيدي، هيك بنوفر وقت كتير. هيدي الصينيه مثل ما شايفينها، نشوف شلوش طالعين من تحت، بنوفر وقت كتير مش شوي، فبيقدروا يتوجهوا لاي حدا بيشتغل بهالطريقه، او مثل بيت الزراعه بقمت الياس، نحن عنا اياهم كلهم هالبذور او هالطريقه اللي عم نزرع فيها، نقدر نعطيهم اياهم بصواني، نقدر نشيلها ساعتها للشتله بهالطريقه، وبنغرق نعمل حفره بالتربه عقد هالتراب الموجود وبنزرعها، وبهالطريقه بكون نحن وفرنا على القليله شهر من عمر البذره لحتى نقدر نزرع دغري ونستفيد من الموسم ونقطف بكير ما يكون عندنا قطف مؤخر. دونك فينا نزرع ملفوف، قرنبيط، بروكلي، ملفوف الاحمر، الخس البلدي يعني، لولو روسا، لولو فيردي، سبانخ، الهندبي، السلق، كل هالاصناف فينا نزرعها، حتى فينا نعملها مثل ما ذكرت بصواني، وفينا نزرعها بتلومه ببذر عادي. هلا اذا بدنا نزرع تنفرد ملفوف وقرنبيط وبروكولي وخس، لازم نخلي بين الشتله والشتله منهم بين ال 35 وال 40 سنتي تنقدر نحن نكون هالشتله عطت الفوليوم تبعها، عطت الحجم تبعها، ما سكروا على بعضهم وما صار فيهم امراض فطريه او ما صار فيهم كثير ضغط على بعضهم. بهالطريقه لما نكون عم نزرع بين الوحده والثانيه بين ال 35 وال 40 سنتي بنكون عم ناخذ نوعيه جيده جدا، الهواء والشمس والنور عم بفوت عليهم، بيكون عندنا انبات للشتول بطريقه كثير منيحه. قبل ما نزرع بهالوقت بنقدر نعمل شغلة، بنقدر نحط سماد عضوي بالتربة، بننكشها بنحضرها وبنزرع هالشتول، أو إذا عم نعمل مساكب المسكبة مترين بمترين فينا نحط لها كيلو ونص لاتنين كيلو سماد عضوي سوغرين بقلب المسكبة وننكشها وبعدين نزرع البذر. سماد العضوي السوغرين بيتحمي التربة، بيعمل بكتيريا بالأرض، بيدفي الأرض، بيخلي الإنبات البذور يكون سريع، وبالنسبة للشتول كمان بحميلهم تربة وبيخلي فيهم أكيد كل المعادن يلي بتعوزها الشتلة بتخليها تنبت. نحن بحلقة سابقة مع حضرتك دكتور عملنا الكومبوست تي مع دكتور ميشيل ياسفرين، يلي هالكومبوست تي عملوا عليها تجارب كتير بمركز الأبحاث العلمية الزراعية بمنطقة الإقليعة وأكيد ببلاد برا. نحن أخذنا هالفكرة من مركز الأبحاث العلمية الزراعية، نقول لهم يعطيهم ألف عافية، ونقول كمان مرسي كتير لدكتور ميشيل أنطوان فريم رئيس المصلحة الأبحاث العلمية الزراعية بلبنان، يلي عم يسمح لكوادرو يطلعوا معنا على التلفزيون ويشرحوا شو التجارب يلي عملوها، شو التجارب يلي توصلوا لها تيقدروا يوصلوا لنا إياها، ونحن بطريقتنا نوصلها عبر الأو تي في أو برنامج العوافي أو برنامج أجندا يعني، وأكيد يوم جديد كيف عم بتصير قصة الأصناف الجديدة اللي عم تنعمل ويستفيد منها المزارع. الكومبوستي رح أعطي لك بعدكم عم بتوزعوا مروان ولا مش ناس. الحال خلصوا اليوم كان آخر نهار. أوكي. اليوم كان آخر لا هي الكمية ما رح تخلص، اليوم كان آخر نهار، رح نرجع نبلش جمعة الجاي، لأنه صراحة هي بدها شغل لحالها، بدها أتوليه لحالها يعني، بدها كتير وقت تحضير، بنحضرها قبل بيوم على مكنة الأكسجين، أو إذا كنا ما عندنا مكنة أكسجين عم نكون عم نحركها، وبس نفتح الصبح عم يجوا ياخذوا بقنانيهم الناس، وطلبنا منهم يجيبوا القنانة لأنه بقى عندنا قنانة، عم نعبي لهم بقنانة ونوزع لهم.
بس الكومبوست هي شغله كثير حلوه. ما بقدر خبرك من بعد الحلقه مع حضرتك قد ايه اجينا اتصالات، قد ايه في ناس اجت لعنا اخذت الكومبوست هي، وبظرف يومين ثلاثه دقوا لنا وقالوا لنا النتيجه رائعه وهيله يعني مش شوي. ونحن كنا ذكرنا انه من الانتاج او من التوفير يلي المزارع بيشتغل فيه عنده 70% توفير كيماوي، وخاصة هلأ بفترة الكيماوي عم بتكون أسعار كتير غالية. يعني شوي الكيماوي مثل ما بنعرف صار قريب قطع المليون ليرة، يعني شوي السماد العضوي كمان صار سعره كتير يعني فوق 300 ألف. من هالمنطلق عملنا الكومبوستي، وهون بدي أرجع كمان أشكر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية وخاصة دكتور ميشيل ياسفرين يلي أعطينا هالمعلومات وخلى خلينا نكون موجودين على التجارب وجبلنا إياها وطلعنا فيها على يوم جديد. نقدر نرجع نذكر أنه كيلو كومبوستي كيلو سوغرين يعني هو السماد العضوي او اي نوع سماد عضوي بيقدر يحطه بشاشه بوجه مخديه بقلب الجيو تكستيل، بيربطون بيعلقون بالمي ب 10 لتر مي وبيضل يحرك فيها تقريبا كل شوي على 3-4 ايام، او اذا عنده ماكينه اكسجين بحط ماكينه الاكسجين ب 24 ساعه بيكون مش الحال وصار عنده المحلول. مفروض يحط بقلبها ملعقتين كبار من نوع دبس الخروب اذا عنده اياه قديم ما بده اياه، او سكر بقلب المخلوط وبحركهم لحتى هالبكتيريا تعتاش تمشي على يعني تتغذى على السكر ويصير في عنا بكتيريا كبيره. بيقدر كل قنين صغيره يحطها ب 9 لتر ويقدر يرش منها، بيقدر يستعملوا سماد ورقي، بيقدر يستعملوا سقايه بالارض، وبهالطريقه بيكون وفر كم هايل من الكيماوي وكم هايل من المغذيات الورقيه اللي بيقدر يستعملها وبكون استعملها ببيته بارضه. وهون نقدر نقول انه مش بس المزارع فيه يستعملها، الاماتور يلي زارع كم شتله على البلكون يلي عنده قدام بنايته لجنة البنية بتقدر تستعملها بتوفر مصاري. وبنقدر كمان في عنا مزارع مهضوم كتير، تفضل تفضل تفضل. عم شوفك كل الوقت عم تطلع على تاني ميل، عم شوف شو أخدر. لا معني عم تحكي ما عم شوف شيء أخضر. تفضل تفضل طلع طلع أهلا وسهلا فيك، بس جاي مأخر اليوم لعنا. طرعنا شوي. ايه ولا يهمك، عرف عن حالك بليز. ايه انطوان نصار. يا هلا. من انطلياس. عنا بستان هون عم نزرع فيكل وعم نزرع سل وعدة اشياء من الخضرة، وكتر خير الله. والاستاذ مروان هو اللي عم بيبيع لنا البضاعة، ما عم نبيعها مطرح الا بس بيت الزراعة. يعطيك الف عافية. شكرا لكم. لا بالعادة بتجيب لنا كيل، هالمرة مكتر لنا السلقات كمان. نعم هلا هودي هيدا سلق بلدي بدون كيماوي. نعم. كل مدي بيطلع شوي بنجيب لكم اياها. شيل ربطة هيك فرجينا اياها، فيك تحملها وتخليها. علي بتساعدنا شوي. هيدا سلق بلدي. لك الضلع تصور هيدا بيتاكل كله سوا مع الضلع. انا بشوفك. لا عن جد فيها وزن يعني كيلو. فيها كيلو هيدا كيلو. نعم. مش بالرابطة. أوكي. عم نبيعها على الوزن. وفرجينا الكيل. وهيدا الكيل، هيدا كيل بلدي. في نوعين هو من الكيل، في نوع أجنبي المفرد وفي الكيل البلدي. هيدا كتير مفيد وخاصة اللي عنده سكر وبينعمل سلاد مثل كل الخضرة. فيك تعملي عدة اشياء وبيمشي الحال. انا بدي اقول لك يعطيك الف عافيه عن جد، طول عمرك وضلك بالهمه. خلينا اياك تضل بصحتك حبيب القلب ويخلي الاو تي في واصحابه. الله يخليك الله يخليك، ميرسي كثير. انا كنت اشعب شوف شيء اخضر هيك حوالي، حسيتك كل الوقت عم تطلع. الاستاذ غسان وأستاذ غسان الممثل المعروف والشهير، يعني بنقول له يعطيك العافية كمان من الأشخاص اللي بيجي على طول لعنا وبياخذ من عنا خضرته ومونته. عم تقول لك بونجور دكتور باسكال. صحة وهنا. ميرسي كثير دكتور أستاذ غسان. ميرسي. فوالا لكن حبينا هيك يعني أستاذ نصار صراحة. حلو ولا مروان شهيت ما نجي لعندك هيك نشارككم. نعم. شوي بهالمنتجات الطيبة وبذات الوقت كمان نشوف هال أشخاص الموجودين عندكم، لأن عن جد هيك الجو كتير حلو. صح مثل ما قلت هني عم بيكونوا عم بيساعدوكم. بس نبلش الحلقة كتير ناس. صحيح بتعرفي بس نبلش الحلقة كل يوم الصبح بأجندا منلاقي الناس هيك ناطرين الحلقة. بيوم جديد صار في مشاهدين ليوم جديد بيجوا على بيت الزراعة تيحضروا الحلقة مع حضرتكم. يعني هلأ إذا بتشوفي على الشمال وعلى اليمين يعني بيكونوا ناطرين، فكتير مهضومين، بيكون سكوت تام ورايق. بعد ما تخلص الحلقة بتلاقي دغري هيك صارت الضجة والعجقة، يعني جو حلو.
عن جد لون يعطيهم الف عافيه. سلم لنا على الجميع مروان، نحن خلص وقتنا، بس اذا هيك حابب سريعا تختم لنا الحلقه بشي حابب تقوله، تفضل. صح. لا بدي اقول بس انه هالزرع لازم دائما ننتبه، خلينا قد ما فينا نزرع اورجانيك. انا عندي صيدليه زراعيه، بيت الزراعه كل الناس بتعرفها، بس انا ضد الادويه الزراعيه وضد الكيماويات. اللي بيحب يوفر على حاله يستعمل سماد عضوي او يستعمل طريقه الكومبوستي، خاصه بهالايام الغلا والاسعار يلي ما بقى تنطق، يطبق اللي احنا عملناه. واللي بحب يسالنا بيقدر يحكينا او يبعثنا واتساب، نقدر نبعث له اللينك تبع الحلقه تيرجع يحضرها يلي عملناها مع دكتور ميشيل ياسفريم ومع حضرتك دكتور، هيك تيعرف من الاول للاخر كيف يقدر يحضرها ببيته ويوفر على حاله. كنت انا عم بقول انه اللي عنده قدام بيته اللي قدام بنيته يلي عنده بستان صغير او مساكب صغيره او بستان كبير بيقدر يستعمل هالطريقه. ونحن بيت الزراعه على طول جاهزين بالخضره، جاهزين بالمونه، اي شخص عنده منتج موني حابب يفرجي علينا ونحن نسوق له اياه بيقدر يبعث لنا واتساب على 03-010-010 وانا بتواصل معه وناخذ له منتجه. وحتى اللي عنده منتج كمان منتج صغير لو عنده 10 كيلو حامض و30 كيلو حامض قدام بيته او موز او اي شيء ثاني بندوره خيار، نحن بناخذه منه وبنسوق له هون وبنعطيه الاسعار يلي عم ياخذها من عنا مثل ما نحن عم نبيعها وبيقدر يشوفها مثل ما عم بيصير دائما. دكتور باسكال ميرسي لحضرتك، ميرسي للمشاهدين والمستمعين، ويعطيكم الف عافيه. ميرسي لك مروان، يعطيك الف عافيه. وبالفعل دائما بنقول انه ان شاء الله كتار هيك يكثر من امثالك وكتار يكونوا عم بيتعاملوا مع المزارعين بهيدي الطريقه، والافاده الاولى والاخيره للمزارع وللمستهلك. بونجورني، بنشوفك اسبوع الجاي، واكيد كل نهار اربعة بتطل عبر برنامج يوم جديد. ونحن مشاهدينا لكل اللي ناطرين الفنان غسان محفوظ رح يكون معنا بعد شوي حتى اكيد يرسم لكم لوحه جديده، حضروا اتصالاتكم حتى اتصلوا فينا، رح ناخذ اسمائكم، رابح واحد رح يحصل على اكيد الجائزه يلي هي الرسمه يلي رح يرسمها الفنان غسان محفوظ بعد هالبريك.